للحديث أكثر عن تطورات المشهد بعد نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور نعم الراوي، وعبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. على البداية تكون معك دكتور نعمة، يعني بعد أن تبادلت كتل وأحزاب وتيارات العملية السياسية تبادل جميعها الاتهامات بالتزوير والتخوين، يريدون حاليا أن يحملوا الشعب العراقي نتائج إخفاقهم في الانتخابات، بداية من محاولات التلاعب بالنتائج بحجة أن الشعب هو من لا يقبل بذلك، وليس انتهاء بفكرة تأثير ذلك على السلم الأهلي الداخلي. كيف تعلق على ذلك؟ تفضل دكتور. أهلا وسهلا بكم وأهلا بمشاهديكم الكرام. أهلا بك. حقيقة أول ما يبادر إلى الذهن أنه المشهد السياسي رغم إعلان النتائج الأولية بأنه فاز صدر والوجوه السياسية السابقة ما يسمى بالوجوه السياسية السابقة فشلت، لكن هذا الفشل يريدون يذبوه على الشعب العراقي، يحملون الشعب العراقي لكون أنه ما طلع وانتخب هذه الوجوه التي أدمنت على الفساد والرشوة والمحسوبية والطائفية، ولذلك الشعب عاقبهم، عاقبهم عقاب كلش قاسي، وخاصة العامري ونور المالكي ومن لف لفهم. ولذلك جماعة إيران السبب الأساسي أنه كانت لهم صدمة، صدمة على هذه النتائج، لأنهم كانوا يحسبون، كانوا يتوقعون أن يكونون هم الفائزين الأوائل في هذه الانتخابات، بالرغم من التزوير، بالرغم من الكذب، بالرغم من الرشوة، بالرغم من كل ما أوتوا من قوة، وبالرغم من التعليمات التي أتت من الجار السوء إيران التي كان لها دور أساسي وخبيث في هذه الانتخابات. الحقيقة الانتخابات كانت تجري في إيران وليس في العراق. نعم، سأعود إليك دكتور نعمة ريثما أنتقل بسؤالي الآن إلى رئيس مركز الوطني للبحوث والدراسات السيد كامل الحساني. أرحب بك من جديد أستاذ كامل، يعني شكرا. إلى أي مدى ترى أن إقحام المواطن العراقي في أزمة النتائج، إلى أي مدى ترى أنها محاولة للالتفاف على المقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات الأخيرة؟ تفضل. نعم، هم يحاولون أن يستخدموا هذه المقاطعة، ولكن المقاطعة الشعبية كانت تستشعر بالسلم الأهلي، ولهذا رفضت الاشتراك بالعملية الإجرامية اللي يسموها العملية الانتخابية. نعم. وبالعكس القوة الشعبية صراحة أنا وغيري نصلي أن يتحول هذا الخلاف والصدام إلى صدام دموي بين قوى الإجرام اللي نتفرج عليها. يعني احنا واثقين بانه هذه قوى الاجرام هي اللي خطر على السلم الاهلي وليس خطاباتهم. كما ان المقاطعه يعني اثبتت وقطعت الحجه على قوى الاجرام التي دائما تقول بانه هؤلاء النواب هم يمثلون الشعب والشعب الذي اختارهم، وهذه المره الكل اجمع على انه المقاطعه كانت اكثر من 90% وحتى 10% كانوا اما مرغمين راغبين او مرهوبين وشاركوا بالتصويت. ولهذا انه تاثيره على السلم الاهلي او على اشراك المواطن بهذا الموضوع انتهى، وسيبقى المواطن العراقي يتفرج على هذا الشلل الاجرام لانها لا تعني. من جديد إليك دكتور نعمة، يعني رسائل التهديد التي يطلقها بين الفينة والأخرى بعض المسؤولين في مختلف الميليشيات تعبيرا عن رفضهم لنتائج الانتخابات، إلى أي مدى ترى أن مثل هذه التهديدات ربما تجر العراق إلى مثلا دوامة عنف قد تطبق على الأرض وإذا بدأت لا تنتهي؟ شكرا على هذا السؤال المهم. حقيقة العراق مقبل على فترة صعبة وفترة قلقة، والاستقرار غير متوفر الآن بالنسبة للعراق. لماذا؟ لكون هنالك تفاعل سيء
في جماعة إيران، لأن جماعة إيران كما يقول المالكي ما راح نمطيها، ما نمطيها. فأيضا هؤلاء جماعة إيران هم يؤكدون، وخاصة قبل 3 أيام ما يسمى بحزب الله، ما حزب ما أدري شو يسموه، أنه يقول إحنا سننزل إلى الشارع لنقرر ما نريد. إذن لماذا هذه الانتخابات إذا أنت تنزل للشارع؟ أخي هذول ما يؤمنون بالديمقراطية، ليس لهم معنى بالديمقراطية. بالسيد أو بالدكتور نعمة، عموما ريثما ينضم إلينا مجددا، أتجه إليك بالسؤال أستاذ كامل من جديد. يعني رغم أن النتيجة ليست نهائية، فالخاسر لبعض المقاعد يهدد، والذي حصل مقاعد أكثر أيضا يهدد، فالتيار الصدري منذ اللحظة الأولى وهو يهدد إذا ما خسر مقعدا واحدا في ظل السوابق الماضية. هل تعتقد أن التيار الصدري و ميليشياته سيركنون إلى العنف إذا ما تغيرت النتيجة مثلا؟ لا، يعني التيار الصدري كان يركن إلى العنف لما كان مهمش، وليس الآن يتحكم بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعنده وزراء وسفراء وإمكانيات، والآن استساغ هذه المنافذ. نعم. فلن يدخل أي صراع وسيقبل بأي توافق تفرض القوة. المهم أنه يستمر توافق وتستمر العملية الإجرامية، وضحايا هم الأبرياء والبسطاء والمتنفعين سيستمرون كذلك. سبب أنه الصدريين لن يلجوا إلى العنف، كان يلجوا إلى العنف لما كانت هناك قواعد اشتباك الأمريكان يحترموها، والقوى الدولية المحتلة عندما تتعامل مع المتمردين الصدريين والجيش المهدي وعصاباته. أما الآن فلا توجد قواعد اشتباك، أما أن تعيش بامتياز بالقوة والسلاح أو أن تكون جزء من الضحايا من البسطاء والأبرياء في العراق. هذه هي القضية. ابقى معي أستاذ كامل من جديد. تنضم إلينا دكتور نعمة، وأوجه إليك سؤالي هذا. يعني بحسب واشنطن بوست، فإن الأحزاب المدعومة من إيران بدأت تهدد بالتصعيد، إلى أي مدى ترى بأن سيناريو العنف كتب في طهران حتى ينفذ في العراق؟ أخي العزيز، أنا قلت أنه الانتخابات جرت في إيران وليس في العراق. نعم. ولذلك قاني حسب المعلومات المتوفرة لدينا أنه زار العراق والتقى بقادة الميليشيات ووجههم توجيها أنه يجب الحفاظ على السلطة في العراق، ولا تجعلون السلطة تذهب من أيدينا. مو يقول أيديكم، أيدينا، أي بمعنى أنه إيران هي تدير العملية السياسية والعملية العسكرية من خلال ميليشياتها وأذنابها الموجودين في العراق. لذلك أنه لا نعول على فوز مقتدى الصدر، لأن مقتدى الصدر بين أسبوع وما نقول شهر وشهر، بين أسبوع وآخر له رأي متغير زئبقي، لا يمكن الوثوق بوعوده ولا يمكن الوثوق بما يقوله للشعب العراقي. لكن الشعب العراقي أنه علي أن يأسس لمرحلة جديدة، لمرحلة الاعتصامات المظاهرات بوجه هذه الطغمة الفاسدة التي أفسدت العراق وجعلت العراق مضحكة لبقية الدول التي كان العراق سيدا لها من خلال إيران. نعم. وهذه غير إيران طبعي. كان العراق له مكان في المجتمع. نعم. وله كلام على المحيط العربي والدولي. سأعود إليك على أي حال، سأعود إليك دكتور نعمة ريثما، أنتقل بالسؤال الآن إلى الأستاذ كامل. يعني مؤسسة تشاتام هاوس البحثية أستاذ كامل، ترى أن ميليشيا الحشد التي يبلغ عناصرها 160 ألف عنصر لن ترضى بالخسارة المذلة التي منيت بها لصالح التيار الصدري. برأيك هل سينتهي الأمر إلى تفاهمات على حساب الشعب العراقي يتقاسم فيها الطرفان الكعكة؟ نعم، هذا بالضبط، أنه ماما إيران ستتدخل. الآن هناك تصعيد، ستظل تتفرج على هذا التصعيد وتتدخل، وعندها ستظهر للرأي العام المحلي والدولي بأنها تدخلت وحققت توافق وهي المسيطر على العراق والقرار العراقي.
وسيتقاسمون الكعكة مثل ما تفضل. هذا هو المتوقع القادم. شكرا جزيلا لك ضيفنا عبر الهاتف من واشنطن، رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات السيد كامل الحساني. بسؤال أخير أعود إليك دكتور نعمة، يعني في ظل كل المعارك الجانبية القائمة لم نرى برنامجا حقيقيا لكتلة أو تيار شارك في الانتخابات تعالج الفقر المتفشي في العراق. بحسب الدراسة الاستقصائية التي أجرتها مؤسسة غالوب الأمريكية، ألا ترى أن هذا الانفصام هو ما رسخ فكرة المقاطعة الشعبية للانتخابات؟ أخي العزيز، المواطن لما يأتي للانتخابات يريد التغيير، يريد نتيجة، يريد يأكل، يريد يشرب. إذا هو شاف كل هذه الانتخابات من 2003 اليوم المشؤوم إلى حد هذه 10 أكتوبر ويرى أنه الفساد مستشري، المحسوبية مستشرية، أن الناس جوعانين والفقراء يزداد يوم على يوم بل سنة على سنة، فإذن كيف أن يتفاعلوا مع هؤلاء الطغاة، هؤلاء المجرمين الذين يحكمون العراق الآن؟ كيف؟ أنه لأن الشعب لا يملك قوت يومه، وهم بمليارات. بالله عليك، من هؤلاء أبوه أو جده هو مليونير أو يملك ملايين؟ كلهم كانوا حافي بدون استثناء، كلهم من أين أعطوا لهذه الانتخابات؟ وصلت الفكرة. ضيفنا عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي، شكرا جزيلا لك.